هذه الحلقة برعاية سيداتي أنساتي سادتي، يرجى ربط أحزمة الأمان استعدادا للإقلاع. ما زلنا في مدينة سالونيك اليونانية. عاشت سالونيك منذ أواخر القرن الرابع عشر فترة مضطربة، فقد سيطر عليها العثمانيون لفترات طويلة ثم أخرجوا منها على يد البيزنطيين، إلا أن باعت الإمبراطورية البيزنطية الوقت كانت ضعيفة المدينة للفينيسيين، وده كان في سنة 1423 ميلادي. لكن العثمانيين سيطروا عليها بشكل نهائي بعد حصار دام لمدة 3 أيام، وذلك في عام 1430 ميلادي في عهد السلطان مراد الثاني. ولكن العثمانيون سيطروا عليها بشكل نهائي بعد حصار دام لمدة 3 أيام، وذلك في عام 1430 ميلادي في عهد السلطان مراد الثاني. شهدت المدينة خلال الفترة العثمانية نمواً متزايداً في عدد السكان المسلمين، وقد أصبحت المدينة تحتوي على 3 مجموعات عرقية أساسية، هي المسلمون الأتراك، الأرثوذكس اليونانيين، واليهود. لذا كونت في المدينة طبقة تجار كبيرة لها علاقات مع كل الدول الأوروبية. بعد اتفاقية بوخارست سنة 1913 أصبحت المدينة مدينة يونانية، لكن بقيت العديد من الصروح والمعالم التاريخية شاهدا على تلك الفترات التي مرت بها. البرج الأبيض من أهم معالم مدينة سالونيك، بني في القرن 15 خلال الحكم العثماني، استخدم لكذا غرض على مدى التاريخ، منها كان سجن، كان قلعة، وكان مكان بينمو فيه المقاتلين. أخذ اسمه الحديث عام 1891 لما أحد المسجونين قدم أنه يدهنوا بلونه الأبيض ده مقابل حريته. الليلة استخدم كمتحف ومعرض لكذا فنان في المنطقة. البرج الأبيض ويقع على الواجهة البحرية للمدينة، ويعتبر رمزاً لسالونيك، ويبلغ ارتفاعه 32 متر، ويستخدم حالياً كمعرض تابع لمتحف سالونيك البيزنطي.
ومن البوريا الأبيض هنزور اثنين من أهم الآثار العثمانية التي لا تزال موجودة في المدينة. ألتسا إماريت في وسط المنازل في أكثر الأحياء ازدحاماً في مدينة سالونيك. يقع هذا المبنى ويرجع تاريخه إلى عام 1484 ميلادي، أي خلال فترة العهد العثماني في المدينة. العمارة العثمانية واضحة جدا في شكل المبنى الخارجي وأيضا تصميمه الداخلي، وبالرغم أنه تم ترميمه بالكامل عام 1819 ميلادي، زي ما شايفين في أجزاء كثيرة منه تآكلت بسبب عوامل الطبيعة والزمن. في أحد أهم المعالم العثمانية في وسط مدينة سالونيك، إليتزا إماريت، كلمة تركية بتعني الملجأ الملون. بني في التحديد سنة 1484 في عهد إسحاق باشا، استخدم كمسجد، مدرسة ومأوى للفقراء، كان في مطبخ بيجوا يقدروا يأكلوا فيه. الاسم ملون جاء لأنه المئذنة استخدم فيها حجارة مختلفة الألوان، لكن مع مرور الزمن المئذنة وقعت وحسي ما بقى منها غير القاعدة.
تطبخيها في دقايق، ياكلوها في ثواني. مالك يا خالد؟ اتغلبنا وعلاء ومروان لزوني ووقعوني. معلش، بكرة بتغلبوهم. ما تستسلم يا خالد، لو اتدربت وشربت لبن كعب الطازج يوميا حتكون أحسن لاعب كورة. لبن كعب الطازج يمدك بمناعة أعلى وعظام أقوى وقدرة ذهنية عالية. لبن كعب الطازج الآن دسم أكثر. طبخيها في دقايق، ياكلوها في ثواني. في مسجد ياني، الجامع الوحيد الباقي في مدينة سالونيك، بني سنة 1904 بتمويل من حسن فهمي باشا اللي هو وقتها كان حاكم ولاية سالونيك. خلال الحرب العالمية الثانية 1942 تحول إلى متحف. صممه المعماري الإيطالياني فيتيليانو بوسيلي زي ما شايفين بنمط بيزنطي. الجامع ده هو دليل على الثقافات المرت على المدينة دي. مسجد ديني، المسجد الوحيد الباقي من الحقبة العثمانية في هذه المدينة، ما زال يحافظ على رونقه وجماله إلى الآن. بني هذا الجامع في عام 1904 ميلادي، وقد جمع في تفاصيله وأسلوب عمارته جميع عناصر الحضارات التي استوطنت المدينة. فقد بني بأسلوب وشكل العمارة البيزنطية متمثلة بالأعمدة ذات النقوش الحجرية المدببة والنوافذ الطويلة، وبنفس الوقت هو مستوحى من مبنى آيا صوفيا المشهور في مدينة إسطنبول.
وقبال ما نسيب مدينة سالونيك كان لازم نذوب أكلة البوغاتسا. مدينة سالونيك هي ما عاصمة اليونان لكن هي عاصمة البوغاتسا. Momento mais doce tinha vida Foi quando Moia me acreditou Tá aproxima devagarinho Pode sempre assim um sorriso Imagem suave e radiosa Vestido de branco formosa Me jantei em amar Um grande amor para viver Tanto esperar, tanto sonhar Hoje me é feliz, bem feliz, tão feliz Cá fui e vão por me entregar Minha coração, se amor é glória Já entendi meu Vitória mais doce É um beijo de ser amada Se amor é glória Já entendi meu Vitória mais doce É um beijo de ser amada Mais doce tinha vida Foi quando Moia me acreditou Tá aproxima devagarinho Pode sempre assim زرنا أحد أشهر الأماكن لصنع البوغاتسا حيث تحضر كميات كبيرة منها في كل صباح وبعد كده يتم توزيعها على المخابز والكافيتريات في المدينة Η μπουγάτσα είναι μια φθηνή και χορταστική λύση. Την τρώνε πρωινή πριν τη δουλειά. جاءت هذه الأكلة أيضا من التركية وكلمة بوغاتسا تعني فطيرة الكاستر. تمتلئ محلة البوغاتسا بالزبائن وخصوصا بالليل حيث تقدم كطبق حلو أو مالح. ممكن تخت فيها الكاستر أو الشوكولاتة أو السكر. وبرضه ممكن تتقدم بالجبنة أو اللحمة. خضر زاخر أبو بانو. متى بيجي كريمة και μετά προσθέθηκαν οι υπόλοιπες γεύσεις. Πιο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα την τρώνε. Στη Θεσσαλονίκη είναι την αγαπάνε πολύ. Την προτιμούνε. Είναι πολύ φθηνή. Μπορεί να την. سر جودة هذا الطبق يكمن في العجينة المقرمشة والتي تصنع من أجود أنواع الزبدة والدقيق. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά Θεσσαλονίκη με μπουγάτσα, γι' αυτό αποδεικνύεται και από αγάπη των Θεσσαλονικιών για αυτό το πράγμα. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας, υπάρχουν πολλά μπουγατσατζίδικα. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος πίτας, το φύλλο, γίνεται μόνο στο χέρι. Η κανονική μπουγάτσα, η original, γίνεται μόνο στο χέρι, δεν μπορεί να γίνει σε μηχάνημα. Και αυτή είναι η γοητεία της κιόλας. مع شبكة المواصلات الموجودة في مدينة سالونيك فتعتبر مدينة سالونيك المدينة الأوروبية الكبيرة الوحيدة اللي ما عندها مترو أنفاق عشان كده الباصات
بتملأ المدينة وبتصل لكل زاوية فيها. Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά, Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου το λέω και καθιέμαι. Αما عن القطارات فقد كانت المدينة وما تزال عقدة مواصلات حديدية في منطقة البلقان منذ عام 1888 ميلادي. تنطلق منها رحلات مباشرة إلى أغلب العواصم الأوروبية زي بوخارست، بلغراد، فيينا، موسكو وإسطنبول، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية نحو معظم المدن اليونانية. Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω προς τον πύργο το λευκό. ومن مدينة سالونيك وبالقطر حنتوجه إلى العاصمة أثينا عشان نتعرف على أقدم المدن في التاريخ وأكثرها تحضراً. خليكم معانا في حلقتنا الجاية، ومن اليونان ومن قلب العاصمة أثينا ودايما عامرين. Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια. أطبخيها في دقائق يأكلوها في ثواني. نوبو أطبخيها في دقائق يأكلوها في ثواني. كابو أهلا يا خالد. دشنو؟ لبن تفضل. لا شكرا يا صاحبي، ده بكتيريا. أمي هدوت فورته. طيب سيبه يبرد شوية، تعال ورغيه. اتصور ده المكان اللي بيجيب منه اللبن اللي كنت هتشربه. ده شنو ده؟ لا بس اللبن. ما تشيل هم يا خالد، ما كل اللبن كده. تعال معينا شوف الدنيا كابو. شوف ده اللبن نظيف طازج صحي، هاك جرب. كنت وين يا أولاد؟ اللبن برد. أمي تاني لبن كابو بس. أهو ده اللبن، لبن كابو الطازج. كابو دنيا جديدة.
كابو، أطبخيها في دقايق يأكلوها في ثواني. Mais doce tinha vida, foi quando Moia me acreditou. Tá aproxima devagarinho, bate sempre assim um sorriso. Imagem suave e radiosa, vestido de branco formosa. Me jantei em amar um grande amor para viver. Tanto esperar, tanto sonhar. Hoje me é feliz, bem feliz, tão feliz. Cá fui e vão por me entregar. Minha coração, se amor é glória. Já entendi meu, vitória mais doce é um beijo de ser amada. Samor e glória. ومحطة الوصول إلى اليونان هي أثينا، مولد الديمقراطية المعاصرة، وهي العاصمة. أصبحت اليوم من أشد العواصم الأوروبية إثارة، فعناصر الدهشة تنتشر في جميع الزوايا، وهي مناسبة للتسوق أو لمجرد الترفيه فقط. أما ذوي الفضول فأسرار أثينا لا تبعد كثيرا عنهم. Momento mais doce tinha vida, foi quando Moia me acreditou. Tá aproxima devagarinho, bate sempre assim um sorriso. Imagem suave e radiosa, vestido de branco formosa. Me jantei em amar um grande amor para viver. Tanto esperar, tanto sonhar. Hoje me é feliz, bem feliz, tão feliz. Cá fui e vão me entregar. Minha coração, se amor é glória, já entendi meu. Vitória mais doce é um beijo de ser amada. Se amor é glória, já entendi meu. Vitória mais doce é um beijo de ser amada. ويصر الغرب أن الحضارة الإغريقية القديمة هي من وضعت أساساً لحضارته المستمرة حتى اليوم، فقد ساهمت في زرع جذور الطب ومهد الفنون ونماذج الشجاعة ومنارة الود، كما ساهمت في وضع حجر أساس للحرية. اسم المدينة لأثينا، آلهة الحكمة الإغريقية. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,000,000 نسمة، ويبلغ تاريخها حوالي 5,000 سنة، لتعد بذلك أقدم مستوطنات أوروبا. وقد أعلنت أثينا في عام 1885 ميلادي كأول عاصمة ثقافية لأوروبا. We'll be right back.
شيدت مدينة أثينا حول التلال الصخرية الأكروبوليس، وكانت عاصمة دولة أتيكا الموجودة قبل عام 700 قبل الميلاد. كانت المدينة عند نشأتها عبارة عن بيوت من الطين والقش وشوارعها غير مرصوفة، وكانت في عصرها أقل حجما من المدن الحضارية القديمة، إلا أن كانت تدار بطريقة ديمقراطية بواسطة مجلس الجماهير والذي ينتخبه أهلها بالاقتراع، حيث كانت تدار بها المناقشات وتتخذ فيها قرارات بالتصويت. كما اهتمت بفن المسرح، وكان لها مسرحها في الهواء الطلق، وقد ظلت مدرسة للثقافة حتى سنة 529 قبل الميلاد، حيث ظهرت فيها التراجيديات والكوميديات الإغريقية القديمة. أما الثقافة في اليونان القديمة فتمثلت في الأدب والفلسفة، وركزت الفلسفة اليونانية القديمة على دور المنطق والتحقيق، وفي نواحي كثيرة كان لها تأثير هام على الفلسفة الحديثة، حيث أن هنالك خطوط واضحة غير متقطعة لتأثير الفلاسفة اليونانيين على الفلاسفة المسلمين في العصور الوسطى إلى عصر النهضة الأوروبية والتنوير.
أما الأدب فقد ركز المجتمع اليوناني القديم تركيزا شديدا على الأدب، ويرى كثيرا من كتاب الأدب التقليد الغربي مثلا لروعة ملحمة الإلياذة والأوديسة الشعرية، والتي لا تزال من الآثار الأدبية العملاقة لتصوير البارع والحي للحرب والسلام والشرف والعار والحب والكراهية. أما فن العمارة اليونانية القديمة فله تأثير هائل على ثقافة الكثير من البلدان من العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، ولا سيما في مجالات النحت والعمارة. أما في الغرب فالفن في الإمبراطورية الرومانية مستمد من النماذج اليونانية إلى حد كبير،